بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجديد سوف أشرح لكم أداة مهمة وجميلة جدا اسمها بارل. هذه الأداة تسمح لك بعمل تأثيرات جميلة ورائعة عندما تقوم بالتنقل من صفحة إلى أخرى. فتابعوا معي فانظروا، هل رأيتم الفرق؟ إنها تقوم بعمل تأثيرات جميلة جدا. اسم الأداة هي بارل، وهي موجودة في سورس هاك يور ايفون. تجدون السورس في الشرح على المدونة او تحت الرابط اسفل الفيديو. اذا لتثبيت الاداة على سيديا تقوم بالبحث عن barrel.com. هذه هي الاداة وتوجد على سورس هاك يور ايفون. الان لعمل اعدادات الاداة نقوم بفتح الاعدادات ثم نبحث عن اسم الاداة اسمها بارل، نقوم بالضغط عليها ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على مود، بعد ذلك نختار اي تأثير نريده. فانظروا كم التأثيرات المتاحة لدينا هنا. مثلا انا سوف اختار هذا التأثير. اذا اعجبكم هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا باللايك شير وسبسكرايب، ودمتم في رعاية الله في فيديو قادم وأداة قادمة إن شاء الله.